عندك صوره الدور الصوت حسام مراد اللقاء مع اللجنة الخماسية المتمثلة بسعادة السفراء الدول الخمس الحريصة على إيجاد مخرج للأزمة التي وصلنا إليها في لبنان كان صريحا ووديا، وشرحنا لهم وجهة نظرنا الكاملة التي شرحناها مرارا وتكرارا إما في مجلس النواب أو عند الرئيس نبيه بري أو عند المبعوث الدولي السيد لودريان، بأنه وهذا رأي التكتل، تكتل التوافق الوطني، وبناء على هذا الرأي سمي التوافق الوطني لأنه في بلد مثل لبنان قائم على التوازنات الدقيقة والحساسة. ونتيجة قانون الانتخابات اليوم اللي أنتج مجلس نواب فيه من المزيك والتناقضات، لا نستطيع أن ننتج سلطة نستطيع من خلالها أن ننتقل بلبنان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لذلك قلنا بأنه الحل الوحيد هو الحوار، وشكل الحوار وطريقة الحوار الحقيقة ليست مهمة، ولكن في بلد مثل لبنان يعني مهمة، لأنه لم يبقى في لبنان إلا مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الوحيدة القائمة. لذلك علينا أن لا نخترع يعني أفكار جديدة. شكل الحوار ومنطق الحوار واضح بمجلس النواب، بمجلس النواب وبرئاسة رئيس مجلس النواب أو من يختاره هو. أما سبب الدعوة وهو استماع إلى آراء الجميع، وواضح من كلام سعادة سفراء هن بيتكلموا عن نفسهم، يعني هذه دول آخر شيء، أنه هن بدهم يسمعوا لكل الآراء، وواضح الاتجاه هو الدفش باتجاه حل ووجود حل. وكان يعني الحديث واضح في الداخل من قبل سعادة السفراء، جميعا كانوا متفقين على نقطة أساسية أن الوضع اليوم في لبنان أخطر من أي وقت مضى، وهذا نعيشه نحن يوميا. في طرح جديد في سماع لوجهة نظرنا الكاملة، رأينا نحن، أنا بحكي عن نفسي وعن التكتل، نحن رأينا أنه الذهاب إلى الحوار مباشرة، التفاهم على اسم أو اسمان، الذهاب إلى مجلس النواب، انتخاب رئيس جمهورية. بعدنا محلنا يعني. نحن عم أحكي رأينا. هن بعد جولتهم وسماع آراء الجميع، هن أول مرة بيسمعوا لرأينا مثلا. نحن المختلف أنه نحن منفتحين ونحن جاهزين إلى إيجاد حلول وإخراج البلد من هذا التكتل. تكتل لبنان، اللبنانيين هو السياسي جاهزة. فيصل أفندي، في وجهة نظر بتقول إنه لا يمكن فصل الملف الرئاسي عن ترتيبات غزة، وإنه الاهتمام كله رايح صوب الجنوب. العكس صحيح، لأنه في غزة، لأنه صار انفجار المرفأ، ولأنه في مشاكل عنا داخلية، ولأنه في مشاكل أمنية، ولأنه ما لنا بالمصارف، ولأنه وديعنا راحت، لازم ننتخب رئيس جمهورية. ما العكس صحيح، ما كل يوم في مشكلة، كل يوم في مصيبة. هيدا لبنان في موقع جغرافي خطير، وكل يوم عنا أزمة. وجود الفراغ، الدنيا لا تطيق الفراغ، وجود الفراغ قاتل واضح. نحن عم نقتل البلد بإيدينا، فلنذهب إلى إيجاد حلول. نحن هاي شغلتنا. بشو عم بيشتركوا؟ أو يعني المسيحيين من الرافضين الحوار، ما نسمعه من الرافضين الحوار. خلينا ننتظر لتخلص اللجنة الخماسية جولتها ونشوف شو بده يخرج عن عدوكم. بس باستثناء نقطة يعني نظركم أو رؤيتكم للمسار نحو انتخاب رئيس جمهورية، شو النقاط يلي سؤلتوا عنها اليوم؟
لا هن بدهم يسمعوا كانوا وجهة نظرنا، شرحنا وجهة نظرنا بالكامل. بس كيف بنوصل لانتخاب رئيس؟ صحيح. أسماء؟ لا بس نحن معروف معايير شخصية، نحن معروف نحن معروف الاسم يلي نحن طرحناه، ونحن جاهزين أن ندافع عن هذا الاسم إلى أقصى الحدود، لأنه نحن لو منا مقتنعين بالأساس بهذا الاسم وهذا المرشح ما كنا رشحناه أصلا. اجتماع ساعة حصر فقط بالمسار نحو وصول إلى رئيس جمهورية، يعني لكم ساعة على هذا النقاش فقط على هاي النقطة؟ شو هيني رئيس جمهورية هيني؟ بس بحكيته حوار. في شيء أهم، في شيء أهم الحقيقة، ماذا بعد رئيس الجمهورية؟ تشكيل طبعا أنا اللي حكيت فيه الحقيقة، تشكيل الحكومة، والأهم والمواصفات. يعني شو اللي وصل لبنان لهون؟ 30 سنة من الفساد، كيف بدنا نعالج هذا الموضوع؟ طيب لبنان يقوم بدون علاقات عربية ودولية جيدة، كمان هيدي نقطة أساسية أنا أثرتها. يعني طيب هيدي الدول مستعدة تدعم لبنان إذا بيضلوا فيه فساد؟ منا مستعدة. لذلك كل هيدي الأمور بدها علاج، هيدي بتبلش الحقيقة بالبرنامج، هيدا أهم من الأشخاص. لذلك بدك تجي تسقطي الاسم على البرنامج. طب بشو عم بيشتركوا مع كتلة الاعتدال الوطني النقاط المشتركة والنقاط اللي بيختلفوا فيها عن الجهود اللي عم تبذلها؟ دكتور غسان سكان، كتلة الاعتدال وبالأساس الأساس فكرة التوافق الوطني وطرح الرئيس بري، كلنا عم ندور حول نفس النقطة. في ثلاث حلول انا امبارح صرحت فيهم لزملائكم بالام تي في. الحل الاول الذهاب مباشره الى انتخاب رئيس للجمهوريه، وهذا مسكر ما في حل. النقطه الثانيه الحوار، التوافق، الذهاب الى مجلس النواب، عدم الخروج الى انتخاب رئيس جمهوريه، هذا ما طرحه الرئيس بري. النقطة الثالثة إذا لا هاي ولا هاي، انتخابات نيابية ممكن مع تعديل بسيط بقانون الانتخابات، لأنه هذا القانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج نفس الطبقة السياسية. وأنا بشك أصلا بهيدا الظرف يلي تلت لبنان اليوم بحالة حرب فعلية أنه نقدر نعمل انتخابات نيابية. لذلك لا حل لا مناص لا مهرب، المخرج الوحيد هو الذهاب إلى الحوار فورا. فيصل أفندي، هل لمستوا منهم أنه متبنيين طرح الرئيس بري بهالمحل أو قادرين على الأقل يبددوا هاي الشكليات؟ واضح أن هناك تنسيق وثقة كبيرة بالرئيس بري، واضح. شكرا.